بعض الصور ظهرت مؤخرا على مواقع التواصل، وبسبب غموضها لم يتمكن أحد من تفسيرها، وهذا جعلها مخيفة أكثر ومجالا للتساؤلات وظهور النظريات. اليوم سنعرض لكم بعض الصور والمقاطع الغريبة التي أدهشت الملايين، لذا تابع الفيديو إلى النهاية، وكالعادة وقبل أن نبدأ انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. حاملة طائرات عسكرية. تناقلت بعض وسائل الإعلام تقارير عن أجسام طائرة مثلثة الشكل تم رصدها في الولايات المتحدة الأمريكية. يرى الخبراء أن هذه الأجسام ربما تكون طائرات تم تصميمها من قبل الجيش الأمريكي باستخدام تقنيات تم الحصول عليها من المركبات الفضائية المتحطمة، ولكن القوات الجوية الأمريكية لم تتمكن من الحصول على نظام مقاومة الجاذبية المستخدم في الصحون الطائرة على شكل قرص دائري، لكنهم تمكنوا من تكييفها على شكل طائرات مثلثة الشكل. تسود بين الكثير من مؤيدي نظرية المؤامرة اعتقادات بأن المخلوقات الفضائية سبق وأن زارت الأرض عدة مرات، ويقول المروجون لهذه النظرية إن الحكومة الأمريكية سعت سراً للكشف عن التقنيات المستخدمة في المركبات الفضائية لإعادة استخدامها لمصلحتها. إلا أن البعض يعتقدون أيضاً أن هذه الأجسام ربما تكون من خارج الغلاف الجوي للأرض، فهناك تقارير تفيد بأن حجمها يعادل ملعب كرة قدم، وهذه الأطواق الضخمة لا يمكن أن تكون من صنع البشر، فنحن غير قادرين بعد على تطوير طائرات بهذا الحجم. تم التقاطها بالقرب من الشمس. بواسطة مرصد ناسا الذي يحوم بالقرب من الشمس، رصدت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ناسا جسماً غامضاً وجديداً بحجم كوكب الأرض، ويظهر الجسم الغريب وهو يقف بلا حراك حتى بعد تعرضه لانفجار شمسي هائل، وهذا حسب ما ذكر في موقع International Business Times الأمريكي. تم التقاط صورة للجسم الغريب باستخدام مرصد الطاقة الشمسية وهيلوسفيري التابع لوكالة ناسا، ومقارنة بحجم الشمس يبدو أن الجسم الغامض ضخم للغاية، يمكن أن يكون أكبر من حجم الكواكب الأخرى في النظام الشمسي. والمثير للاهتمام أن هذا المجسم الغامض ظل بلا حراك حتى بعد أن تلقى ضربة مباشرة من الانفجار الشمسي النابع من الشمس. ألقى علماء الفلك أخيراً نظرة فاحصة على كويكب يحتمل أن يكون خطيراً أثناء مروره بأمان بجانب الأرض، وما رأوه هو صخرة فضائية ممدودة بشكل غريب بالنسبة لكويكب، وهي تدور ببطء أكبر بكثير مما كان متوقعاً. وقد تصدرت صخرة الفضاء عناوين الصحف في ذلك الوقت، لأن الباحثين توقعوا أن مدار الكويكب حول الشمس، والذي يستغرق حوالي 621 يوماً يمكن أن يضعه في مسار تصادم مدمر مع كوكب الأرض عام 2040. ولكن ملاحظات المتابعة عام 2012 كشفت أن مداره قد أخطأ التقدير بشكل كبير، وأنه لا يشكل تهديداً حقيقياً على كوكبنا. آثار المريخ. في خضم موجة التخيلات والتكهنات التي تثار حول الحياة على الكوكب الأحمر، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بتقرير مصور تحدث عن وصول الفراعنة إلى المريخ، مدعماً بأقوال خبراء. والمسبار كيريوزيتي، فهو مسبار أمريكي أطلق باتجاه المريخ وحط على سطحه فعلاً في صيف العام 2012. الهدف من رحلته البحث عن آثار حياة سابقة على سطح المريخ، وقد عثر على مؤشرات عن إمكانية وجود حياة سابقة على هذا الكوكب، وأيضاً وجدوا قطعاً صخرية تكاد توحي للناظر أنها تشبه وجه إنسان أو أداة أو هرماً، ولا يعني ذلك إطلاقاً أن المسبار قد عثر على تماثيل فرعونية. باحث فضاء تايواني اسمه سكوت ورانغ سافر عام 2014 مع فريق علمي إلى كوكب المريخ، عثر على أدلة إضافية عن وجود حياة على هذا الكوكب، لكن الادعاء خيالي جداً، فلا أحد حتى الآن سافر إلى كوكب المريخ، كما لا يتوقع العلماء ووكالات الفضاء
أن تنطلق أول رحلة مأهولة إلى كوكب المريخ قبل سنوات طويلة. يشار إلى أن باحثين وعلماء فضاء يرون أن هواة علم الفلك يقعون أحياناً في التباس عقلي بصري حين ينسبون لصخور على المريخ أو غبار كوني شكلاً معروفاً مسبقاً للعقل البشري مثل الوجوه أو الأدوات أو الأحرف. كائنات من كوكب آخر. منذ سنوات والبشرية تتكهن بوجود حياة خارج النظام الشمسي، ويمكننا القول أن الخيال العلمي قد أعطانا ما يكفي من المواد لتمييز كائن فضائي، ويبدو أن واحداً منهم كان محاصراً في نهر الأمازون، ولا يزال من غير المعروف ما هو هذا المخلوق. عندما وصلت هذه الصورة للمستخدمين عبر شبكات التواصل انتشرت بشكل كبير، وعلى الرغم من أن وكالة ناسا حاولت إخفاءها لفترة طويلة، وبحسب آراء مختلفة فمن المحتمل أن يكون لدى ناسا أجسام حقيقية في منشآتها، بالإضافة إلى تكنولوجيا متقدمة جداً قادرة على توليد قفزة زمنية لحضارتنا إذا تمكنوا من فك شفرتها. ولهذا يؤكد الكثيرون أنه في السنوات القادمة عندما يفاجئك العلم باختراعاته الجديدة ربما سيكون السر في التواصل مع حضارات من خارج الأرض. حادثة كيكسبرغ. كشفت وزارة الدفاع البريطانية والأرشيف الوطني عن مجموعتها الخامسة من الوثائق المتعلقة بالمخلوقات الفضائية والأطباق الطائرة لتعريف الملأ بهذه الأجسام الفضائية، والتي بلغ عدد صفحاتها 6000 صفحة، وتتضمن الحوادث التي سجلت لمشاهدة أطباق طائرة حصلت بين سنة 1994 وعام 2000. يذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قد وافقت قبل نحو عامين على إعادة التدقيق في أرشيفها لحادث عام 1965 في بنسلفانيا، حيث سجل تحطم جسم طائر غير محدد في غابات المنطقة. وجاء قرار الوكالة بعدما واجهتها إحدى الصحفيات الأمريكيات بدعوى قضائية قبل أشهر رفض خلالها القاضي دفاع ناسا بردها، وسط إصرار صاحبة الدعوى على أن الأمر يتعلق بحق الوصول إلى المعلومة. إن هذا التصرف الحضاري والمنطقي والذي كنا ننتظره منذ مدة طويلة يدل على أن ظاهرة الأطباق الطائرة هي مجرد تخيلات وأوهام ووقوع في التطور العلمي والتكنولوجي. تأثر الناس أيضاً بموضوع أفلام الخيال العلمي التي جعلت الناس يصدقون ظاهرة الأطباق الطائرة، ولكن البعض الآخر يرى أن الحكومات تحاول دائماً إخفاء أي أدلة على وجود تواصل مع عوالم أخرى من خارج كوكبنا، رغم ظهور أدلة واضحة كهذا الطبق الفضائي الذي وجد في قرية كيكسبرغ عام 1965. مركبات مجهولة المصدر. قال تقرير حكومي أمريكي عن مشاهدات الأجسام الطائرة غير محددة الهوية أنه لم يعثر على أي أدلة تؤكد وجود نشاط فضائي في أجواء الولايات المتحدة، ولكن التقرير لم ينفي احتمال وجود هذا النشاط حسب ما قال مسؤولون حكوميون لوسائل إعلام أمريكية. رغم ذلك لا توجد أي تأكيدات أن مشاهدات الأجسام الطائرة من قبل طياري البحرية الأمريكية كانت لمركبات فضائية، ولكن قال طيار متقاعد يدعى رايان غرايفز إن سرب المقاتلات النفاثة الذي كان يعمل ضمنه بدأ بمشاهدة الأجسام الطائرة تحلق فوق المواقع المحظورة قرب سواحل ولاية فيرجينيا عام 2014، وأضاف أن هذه الأجسام لم تكن تنتج أي نوع مرئي من العوادم أو الانبعاثات، كما أنها كانت تحلق بسرعات تفوق التكنولوجيا المعروفة. وأشار أيضاً إلى أن مشاهدات مماثلة جرت خلال عمليات تدريب الطيارين على سواحل المحيط الأطلسي بشكل يومي تقريباً طوال عامين على أقل تقدير. لكن الجيش الأمريكي لم يقرر بالتحديد هوية هذه الأجسام، وهل هي تابعة لكائنات من خارج كوكبنا؟ أم أنها طائرات لدول أخرى قد توصلت إلى تكنولوجيا متقدمة للغاية ولم تعترف بها إلى الآن؟ الفارس الأسود. زعم البعض أن هناك جسماً أسود يطلق عليه لقب الفارس الأسود يدور حول الأرض منذ حوالي أكثر من 13,000 عام، لكن الأكاديميين والعلماء انتقدوا ذلك وأطلقوا عليه نظرية مؤامرة.
تعود تلك القصة إلى عام 1954 عندما نشرت بعض الصحف الأمريكية كصحيفة سان لويس وسان فرانسيسكو إكزامينز قصصاً على لسان الباحث والطيار المتقاعد دونالد كيوي، يقول أن القوات الجوية الأمريكية أبلغت عن وجود جسمين غريبين يدوران حول الأرض، وفي تلك الفترة الزمنية لم يكن هناك تكنولوجيا لإطلاق الأقمار الصناعية بعد. في فبراير من عام 1960 ادعت مجلة تايم أن الجيش الأمريكي رصد جسماً أسود يعتقد أنه قمر صناعي للتجسس تابع للاتحاد السوفيتي، يدور حول الأرض في مدار ويميل ب 79 درجة من خط الاستواء بفترة مدارية تبلغ 104 دقائق. وفي ذلك الوقت كان الأسطول الأمريكي يتتبع جزءاً من غلاف القمر الصناعي ديسكفر الثامن، والذي كان يدور في نفس المدار ويعتقد أنه قمر صناعي أمريكي مهجور ضل طريقه، كما تحدث الكثيرون في ذلك الأمر. لكن المحبط أنه رغم التكنولوجيا والأجهزة الحديثة والمعقدة المتاحة تحت أيدينا، فحتى الآن لم يتمكن أحد من معرفة حقيقة أمر ذلك الجسم الغريب. أعزائي متابعي قناة هل تعلم، إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب. ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.